السلام عليكم، ويلكم باك. معكم محمد صوالحي. بدنا نكمل إن شاء الله البارت الثالث والأخير للمحاضرة رقم 19. راح ناخذ في هذا الموضوع عن النيوكليير ريسبتورز. بعض الهرمونات بتكون ذائبة في الليبيدز، بتكون لايبوفيليك، بالتالي بإمكانها تخترق البلازما ممبرين بسهولة، أيضا ما بإمكانها تسبح بالبلد بسهولة، بالتالي أثناء انتقالها عبر البلودز، مش إحنا حكينا في أول محاضرة رقم 16 إنه بتنتقل عبر البلود، تمام؟ فانتقالها عبر البلود بيحتاج إلى كارير بروتينز لأنها لايبوفيلك. ومن هذه الأمثلة على الهرمونز الستيرويد والثايرويد هرمونز. لما توصل البلازما ممبرين عبر البلد اللي بكون حاملها عبر الكارير بروتينز، بتفوت البلازما ممبرين بسهولة، ولما تفوت البلازما ممبرين بتلاقي وجهتين. الوجه الأول إما بتلاقي الريسبتورز تبعونها موجودين في السيتوبلازم، والوجه الثاني بتلاقي الريسبتورز تبعونها موجودين في النيوكليوس. فبالتالي النيوكليير هرمون ريسبتورز إما بيكونوا بالنيوكليوس وإما بيكونوا بالسيتوبلازم، مش مثل ما بوحي الاسم إنه نيوكليير ريسبتورز لازم يكونوا بالنيوكليوس فقط. لا، النيوكليير ريسبتورز معناته مش على البلازما ممبرين، معناته إما في السيتوبلازم وإما في النيوكليوس. خلصنا من هذه النقطة. النقطة الثانية اللي بدنا نحكي عنها، وهي إنه الريسبتورز تبعت الهرمونز هذه اللايكوفيليك هرمونز، مثل ما بنلاحظ الريسبتور بشكل عام بنقسم عندي لجزئين زي ما انتم شايفين، هذا جزء وهذا جزء. الجزء الأول مخصص لارتباطه مع الهرمون، أما الجزء الثاني فهو مخصص لارتباطه بالدي ان ايه، تمام؟ إذا الهرمون ريسبتور النيوكليير هرمون ريسبتورز ات هاف تو دومينز. فيرست وان هرمون بايندينج دومين، مخصص لارتباطه مع الهرمون. سكند وان از دي ان ايه بايندينج دومين، مخصص لارتباطه على قطعة على الدي ان ايه وعلى الجين، وتسمى هرمون بايندينج دومين. قبل ما نفوت بالتفاصيل، مثل ما انتم شايفين بدنا نفهم شغلة كثير مهمة، ارتباطه على الدي ان اي عبر الدي ان اي بايندينج دومين. هذه المنطقة اللي ارتبط عليها، هذا اللي لونها اخضر، هذه بسميها ايلمنت، بشكل عام بسميها ايش؟ ايلمنت. فهذه بسميها هرمون ريسبونسيف ايلمنت. ليش بسميها ايلمنت؟ اذا بتتذكروا لما حكينا عن البي كي اي، لما يفعل بروتين يسمى كريب، هون البي كي اي الكاتالايتيك سب يونتس تبعونه لما دخلوا للنيوكليوس فعلوا بروتين يسمى كريب. الان كريب داخل النيوكليوس بده يرتبط في الدي ان اي، مكان ارتباطه في الدي ان اي بسميه باسمه، لكن بس بضيف عليها بايندينج ايلمنت، تمام؟ اذا اي بروتين بده يرتبط في الدي ان اي بسمي مكانه على الجين بايندينج ايلمنت بالاضافه لاسمه. فبمثالنا اللي شرحناه قبل قليل كان عندنا هرمون ريسبونسيف بايندينج ايلمنت، هرمون ريسبونسيف بايندينج ايلمنت. في هذه الفقره بحكي لي تسلسل الايفنتس اللي بده يصير عندي، انه بدايه الهرمون بيعمل اكتيفيشن للريسبتور، هي هرمون ارتبط مع الريسبتور فصار عندي اكتيفيشن. الريسبتور بده يرتبط في الدي ان اي على قطعه مخصصه له على الدي ان اي تسمى هرمون ريسبونسيف ايلمنت، بعدها بغير الجين اكسبريشن، سواء بيصير عندي ترانسكريبشن ترانسليشن الى اخره، لكن انا بهمني لحد الان هذا الشيء. الشيء الاخر اللي بدي احكي عنه، انه اتفقنا انه الريسبتورز اما بتكون في السيتوبلازم واما بتكون بالنيوكليوس. من الامثله على الهرمونز اللي الريسبتورز تاعونهم بيكونوا في السيتوبلازم وهو الستيرويدز. الستيرويدز احد انواع الهرمونز، الريسبتورز تبعه موجود في السيتوبلازم. مثل ما بنلاحظ، خلينا نشرح على الرسمه هاي. الستيرويد الاستيرويد هذا هو الهرمون، ارتبط في الريسبتورز تبعه عن طريق الهرمون بايندينج دومين. الان الريسبتورز بفوت للنيوكليوس بعد ما يرتبط في الاستيرويد، هذا هو النيوكليوس، بده يرتبط في مكان مخصص له على الجين، هذا المكان بسميه هرمون ريسبونس ايلمنت. بدي انتبه لشغله كثير مهمه على النيوكليير هرمون
نيوكلير هرمون ريسبتورز ما بيرتبط ريسبتور واحد فقط على الجين، او ما بيرتبط ريسبتور واحد فقط على الدي ان ايه. الاليمنت او مكان ارتباط الريسبتور على الدي ان ايه بقسمه لجزئين، تمام، بقسمه لجزئين، وكل جزء بيجي ريسبتور بيرتبط عليه، تمام. فالجزء الاول اللي هو الهاف سايتس، الفيرست هاف ارتبط عليه ريسبتور، والسكند هاف ارتبط عليه ريسبتور اخر. نفس الامثله مع الهرمونات اللي بتدخل الدي ان ايه، لكن بتفرق في اشياء بسيطه الان ان شاء الله راح نحكي عنها. الشغله الاولى اللي بتفرق فيها انه التو ريسبتورز اللي مرتبطات بالسيم اليمنت، يعني هذه كامله اليمنت، التو ريسبتورز اللي ارتبطت في السيم اليمنت لازم تكون كل ريسبتور بتحمل نفس الليجند، بتحمل نفس الهرمون اللي هو الاستيرويد، تمام. اذا لما يرتبط الاستيرويد ريسبتور على مكانه على الدي ان ايه لازم كل ريسبتور يحمل استيرويد، مش هذا يحمل اشي وهذا يحمل اشي اخر. بصير عندي دايمريزيشن، يعني بكونوا توجذر على التو هاف سايتس، بصير عندي دايمريزيشن، بعدها ام ار ان ايه ترانسكريبشن ترانزليشن الى اخره. انا بهمني فقط هذه الفكره تنفهم، انه كل وحده لازم تكون حامله نفس الايدنتيكال ستيرويد هرمون، وهذه بسميها هومو دايمرز. هذه الحركه بسميها ايش؟ هومو دايمرز. بصير عندي دايمرزيشن لكن بسميها هومو دايمرز، لانه كل ريسبتور بيحمل نفس الليجند وهو الستيرويد. النوع الثاني من انواع الريسبتورز النيوكليير هرمون ريسبتورز، وهو اللي بيكون الريسبتور تبعه بالاصل موجود بالنيوكليوس، تمام. ومن الامثله عليه وهي الثايرويد هرمون. الثايرويد هرمون اخذنا انه بنقسم او عندي نوعين منه. النوع الاول وهو التي 4 وهي الان اكتيف فورم للثايرويد، والتي 3 وهي الاكتيف فورم للثايرويد. انا اكيد بدي استعمل الاكتيف، ما راح استعمل الان اكتيف، تمام. فبالتالي وين ما اشوف تي 4 لازم احولها لتي 3. هذه معلومه اولى. ستوب. المعلومه الثانيه انه تحويل التي 4 الى تي 3 بيصير بالنيوكليوس، اسف، بيصير بالسيتوبلازم، لازم افوت للنيوكليوس تي 3، تمام. اذا تحويل التي 4 الى تي 3 بيصير بالسيتوبلازم. مثل ما انتم شايفين في هذه الرسمه، عندي تي 4 تحول لتي 3 وفات للسيتوبلازم، عندي فاتت على الخليه تي 3 جاهزه، فبتظل تي 3 وبتفوت للخليه، اكيد ما راح احولها لتي 2 لاني انا خلص بدي تي 3. ان وجدت عندي تي 3 بوديها للنيوكليوس وبستفيد منها. الشغله الاخرى اللي بدنا نتكلم عنها وهي تحويل التي 4 الى تي 3، بيتم عن طريق انزيم يسمى، مش الالدينيز، هنا غلط، انا بشيل جزيء يود عن طريق اللي هو الانزيم ويسمى ايودينيز. ايودينيز، تمام. بشيل جزيء يود من التي 4 بحولها لتي 3 عن طريق ايودينيز. اتفقنا ان الريسبتورز موجودين في النيوكليوس والريسبتور بيستقبل تي 3. طيب الميكانيزم، خلينا نشرح الميكانيزم. زي ما انتم شايفين عندي فات للنيوكليوس تي 3، عندي ايضا تو ريسبتورز للثايرويد هرمون اكشن مثل الستيرويد هرمون، لكن بيختلف في شغله بسيطه هلا راح نحكي عنها ان شاء الله. الريسبتور الاول بيرتبط في التي 3، الريسبتور الاول بيرتبط في التي 3 وبيرتبط في مكانه على الدي ان ايه. احنا اتفقنا انه الاليمنت بنقسمه لقسمين، بيرتبط فيها الريسبتور الاول على مكانه على الدي ان ايه واسميها هرمون ريسبونسيف اليمنت. الريسبتور الثاني ما راح يرتبط في الدي ان ايه في تي 3. الريسبتور الثاني ما راح يرتبط في تي 3، راح يرتبط في شغله ثانيه بنسميها 9 سيس ريتونيك اسيد، وهي من مشتقات الفيتامين ايه، تمام. اذا اللي فرق عندي انه بالستيرويد هرمون الاثنين لازم يرتبطوا في استيرويد استيرويد، مثل ما شفنا لازم هنا يكون استيرويد وهنا استيرويد. اما في الثايرويد هرمون لازم الاولى ترتبط في تي 3
والثانية ترتبط فيه 9 ريتينيك أسيد، تمام؟ واثنين بروحوا كل واحد على مكانه على الدي ان اي، بقسم الاليمنت لقسمين، القسم الاول بيكون للفيرست ريسبتور، والريسبتور الثاني بيرتبط في السكند هاف. الاثنين بيرتبطوا على الدي ان اي عبر الدي ان اي بايندينج دومين اللي هي الجزء هذا، وبيرتبطوا على مكانهم اللي بنسميه هرمون ريسبونسيف اليمنت، وبعدها بيصير عندي اللي هو الجين اكسبريشن اللي انا بدي اياها، ام ار ان اي الترانسكريبشن ترانزليشن الى اخره. هذه هي الفكره اللي بتطرحها موضوع الثايرويد هرمون اكشن. هذه اللي هي رسمه عن الاستيرويد هرمون اكشن، وسبق وتكلمنا عنها. الاستيرويد بفوت للدي ان اي، بفوت للدي ان اي وبغير من الدي ان اي بعد ما يكون الاثنين، كل ريسبتور مرتبط مع ستيرويد، لازم كل ريسبتور مرتبط مع الستيرويد. طبعا الأشياء هاي اقرأوها، نفس الكلام كله إن شاء الله اللي حكيناه. أما هاي من الأمثلة على الثايرويد هرمون ريسبتورز، موجود الريسبتور في النيوكليوس مش بالسيتوبلازم، موجودة في النيوكليوس، بالتالي الريسبتور بتستقبل التي 3، فأنا بحول التي 4 إلى تي 3 في السيتوبلازم عن طريق أيودينيز، ترتبط في مكان الريسبتور على ال DNA اللي هي الثايرويد هرمون ريسبونسيف إيليمنت، بعديها بيصير عندي جين اكسبريشن أو التغير اللي أنا بدي إياه. في هذه الرسمة بتوضح لي شو الأشياء اللي بتأثر على البايندينج بين الهرمون والريسبتور، تمام؟ في عندي عدة عوامل بتأثر على البايندينج بين الهرمون والريسبتور، راح نذكرها بشكل سريع، لكن اقرأوا التفاصيل مش غلط. الأولى اللي هي الكارير باوند هرمون، الثاني الاندوكراين سيل يعني مكان إفرازه أو كمية إفرازه، هرمون ديجراديشن هي نفسها الكليرنس يعني التخلص من الهرمون، الرابعة اللي هو الهرمون ريسبتور. هذا بشكل عام، مش هذا المهم ولا هذا اللي أنا ناوي أركز عليه. اقرأ التفاصيل هاي بشكل سريع، مش كثير مهمة. الإشي المهم أكثر وهو هذا الجدول. هذا الجدول حط لي عدة أنواع من الهرمونات، وحط لي جنبهم اللي هو نسبة الارتباط بين البروتين وبين الريسبتور، بين الريسبتور وبين الهرمون، تمام؟ عند عدة أنواع بين الهرمونات، وهذه نسبة الارتباط بين الهرمون والريسبتور. شو اللي بحدد لي نسبة الارتباط؟ يعني هاي الأرقام إجت عشوائية ولا لا؟ مثل إذا بتتذكروا أخذنا عن الكي دي والآثينيتي والأشياء هاي، هذه تطبيقات عملية عليها. بداية عندنا من الثايرويد هرمونز، من الأمثلة عليها الثايروكسين وتراي أيودوثايرونين. مثل ما بنلاحظ عندنا نسبة ارتباط بين الثيروكسين وال بين هرمون الثيروكسين والريسبتور تبعته أعلى من التي 3، تمام؟ فنسبة ارتباط أعلى من التي 3، بالتالي بتكون عمر النصف له أكبر. ليش؟ لما يكون مرتبط بالريسبتورز تبعته ما بكون بيسبح بالسيتوبلازم مثلا، وبحالة الثيروكسين بيكون بالنيوكلياس، يعني ما بكون مش بحاجة بيسبح بالسيتوبلازم، فبتيجي الخلية تتخلص منه لأنه ما له أي فايدة. لا، بكون مرتبط في الريسبتورز تبعته، بكون له فانكشن معينة، بالتالي أنا الخلية راح تظل تستعمله لفترة أطول، بالتالي راح يظل عندي فترة أطول بالخلية، بالتالي عمر النصف له راح يكون أكبر لأني بستعمله لوقت أكثر بداخل الخلية. أما لما تكون الارتباط بينه وبين الريسبتورز تبعته أقل، بالتالي راح ما يرتبط كثير بالريسبتورز، بالتالي راح يكون فري أكثر، تمام؟ راح يكون حر أكثر سواء بالسيتوبلازم بالنيوكليوس إلى آخره، والخلية راح تتخلص منه بوقت أسرع. فبالتالي إذا كان أكثر فري، إذا كان أكثر فري، هذه فري أكثر وبايندينج أقل، تمام؟ بتكون عمر النصف له أقل. من المثال الأول بدنا ناخذ علاقة سريعة، إذا كان البايندينج بين الهرمون والريسبتور أعلى، بكون الهاف لايف إله أعلى، تمام؟ وبالتالي بكون الديجراديشن
أقل، تمام؟ إذا هاف لايف أعلى نتيجة البايندينج الأعلى، بالتالي الديجراديشن أو الكليرنس بيكون له أقل، الخليمة بتتخلص منه بسرعة. والعكس تماما في هذا المثال، إذا كان البايندينج له أقل، هذا البايندينج أقل، فبكون الهاف لايف له أقل، بالتالي أنا راح الكليرنس له أعلى، مثل ما أنتم شايفين هذا الكليرنس أو التخلص منه أو الديجراديشن تبعته، تمام؟ إذا كان البايندينج أعلى، الهاف لايف أعلى، والديجراديشن أو الكليرنس بكون أقل، هاف لايف البايندينج أقل، هاف لايف أقل، كليرنس أعلى. ونفس الشغلة ممكن بدل ما نحط بايندينج نحكي فري، فإذا كان أكثر بايندينج بكون أقل فري، يعني كلهن مرتبطات بالريسبتور، ما في إشي إلا ومرتبط مع الريسبتور، بالتالي بكون اللي مش مرتبطات مع الريسبتور عددهن قليل، تمام؟ فبالتالي إذا ما جاب لي إنه البايندينج أعلى، إذا قال لي الفري أقل، بدي أعرف إنه عكسها اللي بايندينج أعلى. إن شاء الله تكون وضحت. والأمثلة الأخرى الاسترويدز هرمون، حكينا مكان الريسبتورز تاعونه في السيتوبلازم، وهذه من الأمثلة عليها، هون البايندينج كان أعلى، بالتالي أكيد راح يكون الهاف لايف إله أعلى، مثل ما أنتم شايفين 100 هي أعلى إشي، والكليرنس تبعته بدها تكون أقل وحدة من هذه المجموعة، تمام؟ هذه العلاقة اللي بتهمني أطلع منها في هذا الجدول. بايندينج أعلى، هاف لايف أعلى، ديجراديشن وكليرنس أقل. أيضا التفاصيل ذكرناها لكن اقرأوها للاحتياط. في هذه الصفحة احنا حكينا انه بعض الهرمون بتكون لايبوفيليك، تمام؟ الآن هذه الهرمون اتفقنا انه ما بإمكانها تتنقل بسهولة، فبتحتاج لترانسبورتر بروتينز، بتحتاج لبروتينات تنقلها، وهذا الجدول بيوضح لي أمثلة على هذه البروتينات اللي بتنقل الهرمونات، تمام؟ فمثلا بحكي لي هون الكورتيزول والألدوسترون بنقلهم هذه البروتينات، تمام؟ كورتيكوستيرويد بايندينج جلوبيولين إلى آخره، مع الجدول كامل، ثايروكسين وتراي أيودو ثايرونين بنقلهم هذا البروتين وهو الثايروكسين بايندينج جلوبيولين، تستوستيرون والاستروجين بنقلهم 6 هرمون بايندينج جلوبيولين سبيسيفيك، يعني كأنه مخصص لهذا النوع من الهرمونز. أما هذه الهرمونات نون سبيسيفيك، يعني ممكن إنه الألبيومين ينقل هذه الهرمونات وهرمونات أخرى غيرها، مثل ما أنت شايفين مكتوب هون موست ستيرويدز، فكأنه مش مخصص فقط لأكم هرمون أو هرمون أو اثنين مثل ما أخذنا في هذه الأمثلة، فهون موست ستيرويدز ثايروكسين تراي أيود ثايرونين، يعني إشي كثير من الهرمونات أو كمية كبيرة من الهرمونات بنقلها الألبيومين، والثايروكسين والسم ستيرويدز بتنتقل عبر الترانس ثيروتين، بدنا نعرف انه هذول نون سبيسيفيك، يعني مش مخصصات لنوع واحد او اثنين من الهرمونز، بنقله مجموعة كبيرة. تمام، هسا في هذا الجزء ان شاء الله ما راح يكون كثير اشياء جديدة، اغلبها اشياء ماخذينها من اول. راح نشرح الاشياء اللي ماخذينها اول اشي، بعدين بنربطها مع الأشياء الجديدة، هيك برأيي أفضل شيء. بداية مثل ما بتشوفوا عندي gonadotropic releasing hormone تم إفرازها من الهايبوثالاموس، تمام؟ هي أول معلومة، الجونادوتروبيك جي ان ار اتش جونادوتروبيك ريليزنج هرمون، من وين بيتم إفرازهم؟ من الهايبوثالاموس، بيرتبطوا على الريسبتور تبعهم، أكيد راح يكون جونادوتروبيك ريليزنج هرمون ريسبتور، تمام؟ ارتبطت بالريسبتور تبعهم، فعلت الجي بروتين، ونوع الجي بروتين هون لازم يكون جي بروتين، السب يونت اذا تكون الفا كيو، الفا كيو، تمام؟ اذا من الهايبوثالاموس ارتبطت على الريسبتور تبعها، الريسبتور تبع الجي الجونادوتروبيك ريليزنج هرمون بده يكون جي بروتين، والسب يونت تبعت الفا بدها تكون كيو، بيؤدي الى تفعيل
الفوسفوليباز سي، مثل ما اخذنا الفوسفوليباز سي بيعمل لي فوسفوريليشن للممبرين ليبيد اللي بيكون على الانر ليفلت، وتحديدا البيب بيب 3، البيب 3 البيب 2 اسف مش البيب 3، البيب 2 اللي الفوسفاتيت الانستول 4-5 بس فوسفيت، بتنتج لي من عن طريق الفوسفوليباز سي داي اسيل جليسرول بضل بيه السيتوبلازم، وبنتج لي انستول تراي فوسفيت بروح للاندوبلازميك ريتيكولم، بيعمل لي ريليزنج للكالسيوم، بتزيد مستويات الكالسيوم بالسيتوسول. تمام، خليها على جنب. الان الداج الداي اسيل جليسرول بيعمل لي فوسفوريليشن لبروتين كايناز سي. الان البروتين كايناز سي مع الكالسيوم اللي تم افرازها، الاثنين بيعملوا لي فوسفوريليشن او بفعلوا لي البروتين كايناز سي، وبيعمل لي فوسفوريليشن لعده بروتينات. لهون كله بنعرفه. الاشي الجديد علينا انه هذا الشيء بايش بستفيد منه، او بايش بجسم الانسان بستفيد، ليش بصير بجسم الانسان. احد الحالات اللي بستفيد منها وهي ريليزنج، بيصير عندي اكزوسيتوسز من داخل الخليه لبعض الهرمونز. تمام، بيصير عندي اكزوسيتوسز. من الامثله على هذه الهرمونز اللي هو الاف اس اتش والال اتش. الاف اس اتش اللي هي الفوليكل ستيمولاتنج هرمون، والال اتش لوتينايزنج هرمون، اذا متذكرين اخذناهم بالامبريولوجي اخر كويز اخذناه كان معنا. هذول بكون تاثيرهم على الاوفريز، بيرتبطوا على الريسبتورز تبعاتهم، بكملوا السيجنالينج باث واي او السيجنالينج ميكانيزم اللي بدي اياها. لكن انا فقط بهمني اعرف لحد الان انه الاف اس اتش والال اتش بيتم بيصير لهم اكزوسيتوسز نتيجه فوسفوريليشن للبروتين كاينيز سي لبعض السبيسيفيك بروتينز. الاف اس اتش بعدها بيصير لهم والال اتش اكزوسيتوسز، بيرتبطوا فيه ريسبتورز مخصصات لهم، وبكون تأثيرهم على الأوفريز. أحد الأشياء أيضا اللي بدي أركز عليها وهي الجونادوتروبيك ريليزنج هرمون، مكان إفرازه وهو الهايبو ثالاموس. بعد ما يتم إفرازه ويرتبط على الريسبتورز تبعته، الـ FSH والـ LH باخر الكاسكيد، اذا انتم شايفين بلشت بالجونادوتروبيك ريليزنج هرمون جي بروتين، اخر شيء وصل عند الاف اس اتش والال اتش. هذه الاف اس اتش والال اتش من وين بتم افرازهم؟ عن طريق تحفيز البتويتري جلاند، وتحديدا الانتيريور بتويتري جلاند. البتويتري جلاند الاناتومي تبعتها بتنقسم لقسمين، انتيريور وبوستيريور. بيتم افراز الاف اس اتش والال اتش من الانتيريور بتويتري جلاند، وبصير لهم اكزوسيتوسز لخارج الخليه خارج البتويتري جلاند، وبتروح للتارجت تبعتها. ان شاء الله يكون الامور واضحه وما اكون خربطت الدنيا كالعاده، هي جملتي. اذا حد عنده اي سؤال اهلا وسهلا، ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه، وبالتوفيق بالكويز تبعكم بكره والامتحان، ولا تنسونا من دعواتكم. في امان الله، مع السلامه.